طماطم معنا اليوم في سوق الخضار بالجملة في بريدة صباحا 21 اللي هو 11443 يبيعونه 13 ريال كجملة الطماطم اللي هو الفلين العادي الله يبارك لهم ويرزقهم كله ما شاء الله ما شاء الله هذا خيار ما شاء الله ما شاء الله يبيعونه ب 10 ريال ما شاء الله خيار كجملة ما شاء الله طماطم 10 ريال ما شاء الله يبغونه حب طماطم ممتاز ما شاء الله ممتاز يستاهل 15 ريال الله يبارك لهم ويزود لهم يبغونه ب 10 ريال اللي هو البارد الفلين كجملة طبعا الله يبارك لهم هذا القرع يبغونه كيس ب 6 ريال ما شاء الله كجملة الله يبارك لهم ويرزقهم ما شاء الله يبغونه ب 25 ذا الفلفل وذا الاصفر باعوه ب 30 ريال كجمله 30 ريال الله هو اصفر الفلفل الاصفر ان شاء الله الزهر يبيعون الكرتون بوه ست حبات كبار يبيعونه ب 10 ريال كجمله ست حبات كبار بوه اللي هو الزهره يبيعونه ب 10 ريال كجمله الله يبارك لهم ويرزقهم هذا الملفوف يبيعونه كيس ب 8 ريال الملفوف بوه الملفوف بوه كم حبه ست حبات كبار الملفوف يبيعونه ب 8 ريال كجمله طبعا إن الآن كله جملة وما شاء الله الطماطم يبيعونه ب 10 ريال اللي هو الحبة الكبيرة ما شاء الله تبارك الله الجامبو يبيعونه ما شاء الله ب 8 ريال الواحد طبعا السيارة فيها مجموعة كمية كبيرة من الفلفل المكيس يبيعونه كجملة ب 8 ريال الله يبارك لهم طماط فلين صغير يبيعونه ب 6 ريال من 4 الى 6 ريال يبيعونه الى 6 ريال اللي هو الطماط الفلين الصغير يبيعونه من 4 يقول الى 6 ريال حسب الكميه اللي تاخذ منهم كل ما تزود الكميه كل ما يقل السعر عندهم الله يبارك لهم ما تبارك الله يديم علينا هالنعمه والحيه ويديم علينا انتاج هالمزارع يبيعونه كجمله ب 10 ريال الله يبارك لهم وهذا اللي هو البارد يبيعونه ب 5 ريال البارد 5 ريال ها الله يبارك لكم ما شاء الله تبارك الكوسه كم اخوي؟ 10 ريال عندهم الكوسه برضه كجمله ب 10 ريال الله يبارك لهم النجد كم اخوي؟ النجد يبيعونه من 3 ريال اذا حسب الكميه اللي انت بيها يعني اذا كانت كبيره يعني. البيض المكيس ب 5 ريال كجمله طبعا كيس كبير ما شاء الله تبارك الله يبارك لهم ويرزقهم الفلفل اللي هو يسمونه الحلو الفلفل الحلو يبيعونه ب 15 ريال اللي هو الفلين الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله الفلفل يبيعونه ب 15 ريال انت تبي زي عند صيم ها؟ عند صيم عند صيم يا اخوي هذا حق حوت بن تميم بن تميم الله يبارك لكم قل امين من هذا من حوطه بن تميم اللي هو التين صفر صفر يبيعونه ب 15 ريال كجمله الله يبارك لهم ما شاء الله هذا اللي هو الباميه يبيعونه ب 17 اللي هو حبه صغيره ولا الحبه الكبيره يبيعونه ب 5 ريال الله يبارك لهم ويرزقهم ما شاء الله ابو محمد يدعون لنا الشباب الله يوفقهم ولا الكمل عندهم القرع الحبه الصغيره ب 5 ريال يبيعونه كجمله الله يديم من نعمه الحمد لله البام يبغونه حبة صغيرة ب 15 ريال البام يا الله يبغون انتاج حوطة بني تميم يبغونه ب 15 ريال الفلين المتوسط الله يبارك لهم مانجا يبغونه ب 70 ريال ما شاء الله مانجا طيب حبة كبيرة الكرتون ب 70 ريال انت طيب والله يا طيب كل جملة كل جملة جملة حبيب قلبي في 30 و 65 ايوه 65 30 ريال في اسمك انجلش ايوه حبيب حلوة ذي يا شيخ ها عطنا فوائد المانجا حبيبي المانجا منشطات يا حبيب قلبي من الممنوعات ظللت العرس ظللت العرس يا مسمي الركب يا حبيب قلبي ما يبي لك ازيك تاكل مانجا تغذي مثل حصان هو هذا معلوم معلوم ما شاء الله من راعينا الخبره ما شاء الله يبارك لهم ويرزقهم يا ابو سعد ثمانيه هذا الطماطم حبه كبيره يحرجون عليها الان 8 ريال اللي هو الطماطم 8 ريال بس سيارة ده. والخيار خالي يسيم خالي هذا خيار سيم الخيار الخيار سيم خالي ما شاء الله الخيار باعوه ب 10 مع الدلال الله يبارك لهم ويرزقهم الفلين الواحد باعوه ب 10 كجملة
دجاج حبة صغيرة يبيعونه بثلاثة ريال كجملة، كجملة بثلاثة ريال دجاج حبة صغيرة، الله يبارك لهم ويرزقهم. دجاج الحبة الوسط يبيعونه بأربعة ريال، اللي هو الحبة الوسط البيتجان، وإذا الفلفل اللي هو الحار يبيعونه بعشر ريال، الله يبارك لهم ويرزقهم. اللي هو الحار يبيعونه من 5 ريال إلى 4 ريال حسب الكمية، يعني إذا كثرت الكمية صار بأربعة، ولا خلصت الكمية صار بخمسة ريال. الله يبارك لهم ويرزقهم ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله هذا جديد طبعًا من أنواع الخضار في سوق بريدة، اللي هو هلا بينو يبيعون الفلين بعشر ريال، اللي هو هلا البينو 10 ريال يبيعون، الله يديمهم النعمة. يبيعونه بخمسة ريال كجملة النجم. فلينات خمسة ريال تاخذوا كجملة، الله يبارك لهم. يعني هو حبة كبير يبيعونه بخمسة ريال. البامية هذا النجد اللي صورناه وسوى كجملة أي نمو، الله يبارك لهم ويرزقهم. اللي هو الناعم الدقيق الحار قوة يبيعونه من 15 ل 16 ريال، اللي هو الدقاق الخفيف اللي هو الحار قوة، الله يبارك. حبة صغيرة يبيعونه من 13 إلى 12 ريال حسب الكمية اللي تاخذها، إذا أخذت كثير صار ب 12، وإذا أخذت قليل صار ب 13 ريال. بامية حبة صغيرة ممتازة، الله يبارك لهم. بنجر يبيعون كجملة ب 3 ريال كجملة، جملة تاخذ منهم 3 ريال، ولا إذا تاخذ حبة حبتين أو ثلاث حبات ب 4 ريال، لكن تاخذ كمية كبيرة يبيعون عليك ب 3 ريال، مضبوط ولا؟ مضبوط، ولا تاخذ كمية قليلة يبيعون عليك ب 4 ريال، اللي هو البنجر، الله يبارك لهم. القدسة يبيعونه بخمسة ريال، القدسة عندهم القدسة بخمسة ريال كجملة. ترى فيها بنجر وفيها نجد، يبيعون أسعار من أربعة لثلاثة حسب الكمية اللي تاخذها منهم، يعني حسب الكمية، كل ما كثرت الكمية قل السعر عندهم. وعندهم برضه البامية الحبة الكبيرة برضه نفس السعر تقريبا، الله يديمها من نعمة يبارك إن شاء الله. الصربية العامرة دائما اللي مشهورة، طيب الصربية ما شاء الله مزارعهم كلها مشهورة بالعنب، عندهم إنتاج من العنب رائع منوع شكل، يعني عندهم أسود وعندهم أصفر وعندهم بناتي، الله يديم النعمة علينا عليهم إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كم أخوي تقول هذا؟ هذا ب 15 ريال اللي هو البناتي الملون ولا الأبيض؟ هذا كرتون حقيقي وش؟ الأبيض ذاك؟ نعم والأبيض 12 يبيعونه، الله يبارك له ويزودهم. مزارع الصلوبية العامرة دائما الله يبارك، مزارع الصلوبية ما شاء الله عندهم برضه العنب مع الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. عنب الصلوبية ما شاء الله ب 10 ريال، اللي هو الأسود والأحمر يبيعونه ب 10 ريال، والأصفر يبيعونه ب 8 ريال، الله يبارك لهم ما شاء الله. عندهم هذا طبعا عنب العمارة، الله يجعله عامرة دائما إن شاء الله. يبيعونه بكم طال عمرك؟ 10 ريال. على 7 ريال يبيعونه كرتون، هو كرتون عندهم ما شاء الله مكرتنينه مزينينه شكله جميل ما شاء الله، اللي هي مزارع العمارة الله يبارك لهم. بالجملة يبيعون بسبع ريال العنب، الله يبارك لهم ويرزقهم ما شاء الله. اليوم الاثنين صباحا من سوق الجملة والخضار في بريدة غطينا لكم السوق اليوم، الله يوفق الجميع ويرزق البائع والمشتري. اليوم 21/11/1443، اتمنى للجميع التوفيق ودائما نكون شاكرين على هالنعمة.